إحصائية عالمية تأتي مصر ضمن أكثر 5 دول على مستوى العالم في ارتفاع حالات الطلاق، وتحديداً في المركز 3 بعد الأردن والكويت، وذلك بعد أن بلغ معدل الطلاق بها 2 طلاق لكل 1000 شخص، بينما بلغ في الأردن والتي احتلت المركز الأول 2.6 في الألف، وفي الكويت بلغ المعدل 2.2 لكل 1000 شخص. أما الإحصائية المحلية والتي يرصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلنت في نشرتها السنوية في شهر مايو الماضي في آخر رصد لحالة الطلاق الخاص بعام 2017، والذي سجل 190 ألف حالة مقابل 192 ألف حالة في 2016، حيث شهد انخفاض طفيف لا يتعدى سوى 2000 حالة عن العام الذي سبقه. وانطلاقاً من الدور الدعوي والتوعوي للأزهر الشريف ومن واقع مسؤوليته تجاه المجتمع ومواجهة لظاهرة انتشار الطلاق، استحدث مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وحدة لم الشمل بهدف حماية الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التفكك والتشتت. ويدور عمل الوحدة التي أعلن عنها الأزهر في شهر إبريل الماضي عن دراسة الظاهرة نظرياً، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسرة والصلح بين المتخاصمين. إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسرة والصلح بين المتخاصمين. واستكمالاً لحملة لم الشمل، أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في 8 سبتمبر الجاري حملة بعنوان وعاشرهن بالمعروف، وذلك للتوعية بأسباب الطلاق ومخاطره وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومتماسكة. وتسلط الحملة أيضاً الضوء على أهم أسباب الطلاق وطرق علاجها بهدف الحد من ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الدور الدعوي والاجتماعي الذي يقوم به الأزهر الشريف ويتضافر مع دوره التعليمي والديني. ويأتي إطلاق تلك الحملة في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لكافة أبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وملامسة همومهم والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، خاصة القضايا الملحة، كما هو الحال بالنسبة لقضايا ارتفاع معدلات الطلاق خاصة بين حديث الزواج. نشوى عبد العاطي، مساء دريم.